هذا سادس منتدى تنعقد حول الطاقة في العراق، كيف ترى مستقبل الطاقة في العراق؟ مستقبل الطاقة في العراق مشرق من حيث الاحتياطيات وتواجد الإمكانيات، ولكن بنمر في أزمة ومخترق تتمثل أولا باستمرار احتراق الغاز وتذبذب وصول الغاز من إيران، ويجب إنهاء هذا التذبذب. ولفتنا النظر إلى هذا من 2012 باستمرار نحن ندعو إلى استغلال الغاز العراقي. المشكلة الثانية المستجدة هي قرار المحكمة الاتحادية بالنسبة لقانونية قانون النفط والغاز في كردستان، خلق إشكالية جديدة يجب إعادة بنائها بشكل بناء يخدم العراق سواء في كردستان أو في بغداد. طيب، قرار المحكمة الاتحادية الأخيرة حول النفط والغاز، قانون النفط والغاز في الأقليم كردستان، كيف تحل؟ يعني يوم بعد يوم نسمع يعني تصريحات مشددة بين الطرفين، كيف نقدر يعني نستثمر هذا القرار بشكل إيجابي لمصلحة الطرفين؟ بال 2007 كان هناك توافق، كان برهم صالح نائب رئيس مجلس الوزراء والآخرين وأنا من ضمنهم، عملنا على قانون النفط والغاز الاتحادي. ولما كنت أنا رئيس لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب أيضا مع آشتي هورامي ونشرفان كان رئيس وزراء ورئيس مسعود، اتفقنا على صيغة لقانون النفط والغاز وتعديلاته، ولكن مع الأسف القوى السياسية في حينها الموجودة في بغداد لم تسمح لنا بإمرار هذا القانون. لو مررناه بالمحكمة بالحكومة الاتحادية ما كان خلقت المشكلة مع قانون النفط والغاز في كردستان والمحكمة الاتحادية وقرارها. العودة إلى قانون اتحادي يشمل جميع العراق، مجلس اتحادي مشترك هو يشرف على جميع عمليات النفط الغاز، أعتقد هو الحل الوحيد والصحيح اللي يخدم العراق كله، الاتحادية أو حكومة الإقليم، لأن هاي الثروات يجب أن تنظم لصالح الشعب وأي صراع ما يخدمنا. وقرار المحكمة الاتحادية أربكنا جميعا، ولكن يجب أن نلقى له حل. دكتور، هناك موضوع آخر، موضوع الطاقة الشمسية أو موضوع الطاقة النظيفة، كيف العراق والحكومة العراقية يقدر يستثمر هذه الطاقة؟ تأخرنا كثيرا، يعني إذا تشوف الدول المجاورة كلها سبقتنا، وإحنا كان يجب أن نكون المبادرين والسباقين، لأنه عندنا مشكلة الكهرباء ما تنحل إلا بتعدد مصادر الطاقة سواء غاز أو سوائل للكهرباء أو مساعدتها بالطاقة الشمسية، والعراق عنده كثير من الإمكانيات بالطاقة الشمسية، واليوم الطاقة الشمسية مو مكلفة أينما كانت سواء في بغداد أو في أربيل أو في الصحراء الغربية. يجب أن تكون هذه هي إحدى الأعمدة مال حل مشكلة الكهرباء بالعراق، وهي ليست مستحيلة. شكرا جزيلا دكتور.